خلال جولته بالعاصمة الإدارية مدبولي يشدد على الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروعات والانتهاء من الطرق الرئيسية. الجيش اللبناني يعثر على أكثر من طن من المفرقعات في مرفأ بيروت. ومعكم في أخبار الاقتصاد، وزير المالية يؤكد نجاح الحكومة في احتواء أزمة كورونا بفضل الإصلاحات الاقتصادية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل. قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة تفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على سير العمل في مختلف المشروعات في ضوء خطة الحكومة للبدء في انتقال الوزارات والعاملين إلى مقرها هناك العام المقبل. وعقد رئيس الوزراء في مستهل الزيارة اجتماعا مع المسؤولين، شدد خلاله على حجم العمل الكبير الذي تشهده العاصمة في مختلف مشروعاتها، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ. كما شدد مدبولي على ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية وبأعمال تنسيق الموقع وأعمال التشجير في مختلف أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في إضافة لمحة جمالية وحضارية في هذا المجتمع العمراني الجديد. واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول موقف تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى بالعاصمة. ورافق رئيس الوزراء في زيارته للعاصمة الإدارية كل من وزير الإسكان ومسؤولو الهيئة الهندسية وشركة تنمية العاصمة. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على سير العمل به ومتابعة تنفيذ مراحله المختلفة. أشار المسؤولون إلى أن نسبة تنفيذ الحي الحكومي بلغت 87%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، وأعمال الواجهات بنسبة 98%، والمباني الداخلية بنسبة 100%. وقام كذلك رئيس الوزراء بتفقد مقر وزارة المالية الذي تم إتمام مراحل التأثيث والتجهيزات به كنموذج لباقي الوزارات للاطلاع على مستوى التجهيزات. وتفقد مدبولي كذلك مبنى مجلس الوزراء ومبنى وزارة الخارجية، واستمع إلى شرح حول مكوناتهما وإمكاناتهما. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا كمال ريان، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، بعد التحية، هل من مزيد من التفاصيل تضعها بين يدي المشاهد الآن حول هذه الجولة في العاصمة الإدارية الجديدة؟ نعم، يعني تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. الحقيقة جولة رئيس الوزراء تأتي في إطار متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لسير العمل في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة طبعا أن الحكومة بتستعد للانتقال إن شاء الله الوزارات والعاملين فيها للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل إن شاء الله. وزي ما أعلن، لن تكون مجرد نقلة جغرافية لكنها نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين على أحدث مستوى من التكنولوجيا، بتعتمد على الوسائل الإلكترونية وليس الورقية. لذلك فيه تشديد من رئيس الوزراء على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وإن لانتهاء من كل الأعمال. طبعا كان في متابعة على أرض الواقع للأعمال، سواء الإنشاءات أو الطرق أو المرافق، وتم يعني تقديم عرض مفصل لنسبة التنفيذ في كل ذلك. يعني بالنسبة للمياه مثلا، تم تنفيذ 80% من شبكات المياه في الوزارات، تم توصيل الكهرباء، ايضا شبكات الاتصالات باعتبار ان العمل هيتم الكترونيا. نعم. تم توصيل شبكات الاتصالات يعني تقديم الخدمات الالكترونيه من خلال استاذ كمال الاتصالات. متى ستبدا مرحله النقل الوزارات، وما هي الوزارات المؤهله للانتقال في المرحله الاولى؟ تمام، يعني هو ان شاء الله ينتظر ان يتم الانتقال في النصف الاول من العام المقبل ان شاء الله. اللي احنا عندنا حوالي 34 وزارة موجودة في 10 مجمعات وزارية،
النهارده كان يعني الحي الحكومي زي ما تم التاكيد امام رئيس الوزراء بلغت نسبه التنفيذ 87% قبل نقل الوزارات في خطه تدريب على اعلى مستوى لجميع الموظفين اللي هينتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة، تدريبهم على تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين. الخطة يعني تم تنفيذها أو سارية يعني بحيث يكون موظفين جاهزين عند الانتقال إن شاء الله، بحيث الخدمات زي ما قلنا هتقدم إلكترونيا بالكامل للمواطنين. نعم، كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم. تواصل لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب أعمالها بالمحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات لقبول طلبات الترشح لخوض انتخابات المجلس خلال الفترة من 17 وحتى 26 من الشهر الجاري. كما تستقبل المنافذ الطبية المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة لهم خلال هذه الفترة. أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دانديادس أنه على تركيا الاختيار ما بين الانخراط في حوار مع وقف عمل التصعيد أو مواجهة قائمة عقوبات أوروبية، وذلك على خلفية الأزمة التي تثيرها تركيا في شرق المتوسط. وفي السياق نفسه قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن رسالة فرنسا لتركيا واضحة، وهي الدعوة إلى حوار مسؤول وبحسن نية. يأتي هذا بعدما قررت تركيا تمديد مهام إحدى سفنها للتنقيب شرقي المتوسط شهرا إضافيا. أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط ستعمل حتى شهر ديسمبر، مؤكدا العمل على منع استفادة تركيا من أموال الليبيين. وأضاف المسماري أن الحوار الليبي الداخلي بدأ بمشاركة إيجابية من نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معتيق. المسماري أعلن أيضا عن تشكيل لجنة مشتركة مهمتها هي حل الخلافات بين جميع الأطراف، وأشار إلى مشاركة شيوخ القبائل وأعضاء من البرلمان في الحوار الذي انتهى إلى إعداد صيغة اتفاق وافقت عليها الأطراف كافة. جاء هذا عقب إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عن السماح باستئناف إنتاج النفط وتصديره شريطة ضمان التوزيع العادل لمعائداته وعدم وصولها إلى التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة. وفي كلمة له أشار حفتر إلى أن هذا القرار جاء استجابة لحاجة المواطن الليبي الذي يعاني جراء الصراع على تقاسم السلطة، معتبرا أن جميع المبادرات التي يعلن عنها تحت شعارات التسوية انتهت بالفشل. قال الجيش اللبناني إنه عثر على أكثر من طن من المفرقعات في مرفأ بيروت الذي دمره الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سيء لكمية كبيرة من المواد الكيميائية. وقال الجيش في بيان إن عناصره قامت بإزالة هذه الكمية الكبيرة من المتفجرات التي كانت مخزنة في أحد المخازن بالمرفأ وتم التخلص منها. وكان الجيش اللبناني قد أعلن العثور في 3 سبتمبر على أكثر من 4 أطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار قرب مدخل مرفأ بيروت. سياسيا، لا تزال عملية تشكيل الحكومة الجديدة تراوح مكانها وسط خلافات على توزيع الحقائب الوزارية. وقالت مصادر صحفية لبنانية أن الحكومة التي يعمل على تأليفها مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف تصطدم بشروط حركة أمل وحزب الله وفي مقدمتها الاحتفاظ بوزارة المالية. وطلبت فرنسا في وقت سابق القوى السياسية اللبنانية بالاطلاع بمسؤولياتها وتشكيل حكومة على الفور مع الالتزام بالإطار الزمني لتشكيل الحكومة. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على شخصين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي يعملان فيما يسمى قاطع الرمادي في الأنبار، وذلك بعد قيامهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة التنظيم الإرهابي على المحافظة آنذاك. وأوضحت وكالة الاستخبارات أنهما اعترفا خلال التحقيقات الأولية
معهما بنيتهما تنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة بعد أن كانت قد هرب إلى إحدى دول الجوار أثناء عمليات التحرير. أكد المندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقي السفير أسامة عبد الخالق دعم وتضامن مصر الكامل مع تطلعات شعب مالي نحو السلام والتنمية، مشددا على ضرورة استعادة النظام الدستوري هناك بشكل عاجل. كما أكد عبد الخالق خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الأخير حول تطورات الموقف في مالي أهمية الحوار الوطني المالي كأداة لا غنى عنها من أجل التوافق على خريطة طريق للانتقال السياسي بالبلاد بشكل يحفظ السلم والأمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية. إلى السودان، حيث أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول إلى 121 قتيلا، مشيرة إلى أن الانهيار الكلي لأكثر من 40,000 منزل والانهيار الجزئي لنحو 60,000 منزل. وأعلنت الحكومة السودانية تضرر أكثر من 770,000 شخص في أنحاء السودان نتيجة الفيضانات. هذا وأكدت وزارة الري السودانية أن مناسيب النيل واصلت انخفاضها التدريجي خاصة في ولاية الخرطوم. تعتزم الولايات المتحدة الإعلان من طرف واحد غدا عن إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران في خطوة تقابل برفض دولي واسع. وقال الموفد الأمريكي إليوت أبرامز إن كافة العقوبات الأممية على إيران سوف تكون سارية من جديد. يأتي ذلك في الوقت الذي اعترضت فيه روسيا والصين بالإضافة إلى الحلفاء الأوروبيين على القرار الأمريكي. كما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي بأن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا يكون له أي أثر قانوني. ورفعت هذه العقوبات عام 2015 عندما تعهدت طهران بعدم حيازة السلاح النووي. باشرت الحكومة الصينية العمل بآلية تسمح لها بالحد من نشاطات الشركات الأجنبية في إجراء يعتبر بمثابة رد على العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية. كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أنها ستحظر تطبيق وي شات وتطبيق مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك المملوكين للصين من متاجر التطبيقات الأمريكية بدءا من مساء غد بسبب مخاوف من تهديدهما للأمن القومي على حد قولها. من جانبه أعربت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها التامة للقرار الأمريكي وحثت واشنطن على وقف السلوك الذي وصفته بغير المشروع. قتل شخصان وأصيب 14 آخرون في إطلاق نار في مدينة روتشستر بولاية نيويورك الأمريكية. وقالت الشرطة إنه لم يتم احتجاز أي مشتبه بهم في الحادث الذي وقع أثناء إقامة حفل بحديقة أحد المنازل وكان يحضره نحو 100 شخص، مضيفة أنه من السابق لأوانه معرفة دوافع الحادث. وعودة لمتابعة التطورات في لبنان، وينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. سيد توفيق أهلا بك. علامات الاستفهام وعلامات التعجب لا تزال في ازدياد في ملف قضية مرفأ بيروت، وهو الجيش اللبناني يعثر مجددا على كميات كبيرة من المواد المتفجرة. ما دلالة ذلك؟ كيف كانت تدار الأمور في هذا المرفأ؟ والله يعني ما زالت الامور على حالها ان كان على مستوى التحقيقات او على مستوى المواقف السياسيه المجتمعيه والتضارب في المواقف والمسؤوليه عن هذا الانفجار وبالتالي بما له علاقه بالتحقيقات. انا اعتقد بان الامر سوف يذهب الى تجهيل الفاعل وبالتالي سوف يكون هناك نوع من اختتام التحقيق على مجهول من دون تحمل اي طرف او اي فاعل او اي جهه كانت سياسيه او اداريه مسؤوليه الانفجار، بالرغم من ان المسؤوليه الاساسيه تقع على عاتق القوى السياسيه اللبنانيه التي تجاهلت 7 سنوات من تخزين ماده النترات الاموميوم. لذلك اظن بانه هذا سوف يذهب الى ما يشبه تماما الكثير
من الحوادث التي جرت في لبنان، عمليات الاغتيال، الانفجارات، الانهيار على المستوى العام ان كان المالي او الاقتصادي، والان نحن امام عودة مشابهة لمثل هذه القضايا التي تقتل عادة بتجهيل الفاعل وبالتالي عدم تحميل المسؤولية لأي جهة أو شخص أو إطار أو طيار أو حتى قطاع أو إدارة. نعم، يعني على وقع هذه الوطأة أيضا لا يزال المشهد السياسي في لبنان معقدا بتعثر عملية تشكيل الحكومة في ظل التمسك بعض القوى السياسية في لبنان بالاحتفاظ ببعض الحقائب الوزارية كشروط تعجيزية. تعليقك على ذلك وتوقعاتك لمستقبل تلك الحكومة. يعني هنا في لبنان بالعموم يعني يفصلون ما بين الاشتباك الداخلي حول حقيبة المالية وبين المبادرة الفرنسية. كل طرف من الاطراف اللبنانيين يفسر المبادرة الفرنسية على مزاجه ووفق اجتهاداته وتأويلاته، ولكن اعتقد انه ربما في 48 ساعة المقبلة بل ربما في 24 ساعة المقبلة سوف يكون هناك تحرك فرنسي لشرح التفاصيل. بالعموم انه هذه المبادرة لقت يعني اعضاء ايجابيه من قبل الاطراف السياسيه اللبنانيه، الكل رحب فيها، ولكن بما له علاقه بتوزيع الحقائب خاضعه لقواعد الاشتباك اللبناني هذا للاسف، وبالتالي خاضعه لبنيه النظام الطائفي اللبناني والمحافظه الجاريه على هذا الاساس. لكن بالوقت نفسه بالامكان ان اقول بان الاشتباك حول وزاره الماليه له علاقه بان هذه الوزاره سوف تكون في المرحلة المقبلة أم الوزارات. لماذا أم الوزارات؟ لأن الورقة الفرنسية التي يفترض أن تشكل البيان الوزاري وقطة الإنقاذ المحلية اللبنانية تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني. نعم، شكرا جزيلا توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا هاتفيا من بيروت. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس تسجيل 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة. أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من مصاب الفيروس إلى 87,958 حالة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كورونا والبالغة حوالي 50,000 شخص مرتفعة بشكل غير مسبوق، خاصة مع اقتراب إجمالي الوفيات حول العالم جراء الفيروس من المليون حالة. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايكل راين إن عدد مصابي كورونا يرتفع أسبوعيا بنحو مليوني حالة، وذلك على الرغم من أن هذه الأرقام ثابتة على المستوى العالمي. بالتزامن مع هذه التطورات تستعد عدة دول أوروبية لفرض قيود جديدة واسعة النطاق لوقف تفشي الفيروس. في غضون ذلك سجلت عدة دول في مختلف أنحاء العالم ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، ولا تزال الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم الأكثر تضررا من هذا الفيروس بنحو 198 ألف وفاة، تليها الهند من حيث عدد الإصابات ثم البرازيل. وفي طهران أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 24 ألفا فضلا عن تسجيل 2845 إصابة خلال الساعات 24 ساعة الماضية. وسجلت ألمانيا نحو 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ نهاية إبريل. وفي واشنطن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول أبريل القادم، وبتوفير مئات الملايين من جرعات اللقاح التي ستكفي جميع الأمريكيين في هذا الموعد. لكن هذه التصريحات تتناقض مع إعلان مدير هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض الذي أشار إلى أن توفير لقاح آمن وفعال على نطاق واسع لن يحدث قبل أواخر الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل. تم
تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أنظمة السد العالي وقنطرة المفيض وقناة مفيض تشكى خلال زيارته لمحافظة أسوان، كما تفقد عددا من مخرات السيول بالمحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال كافة الأمطار المحتملة. وعلى صعيد رفع كفاءة الترع، وجه عبد العاطي بالانتهاء من تبطين وإعادة تأهيل نحو 114 كيلومتر من الترع بالمحافظة ضمن برنامج تأهيل 20,000 كيلومتر من الترع على مستوى الجمهورية. وفي نهاية الجولة اجتمع وزير الري مع مهندسي الوزارة بالمسرح الروماني المكشوف الذي أنشأته الوزارة على مساحة 15,000 متر مربع ويتسع لنحو 3,500 شخص ضمن عناصر المركز الثقافي الإفريقي بمتحف النيل، حيث أكد خلاله على رفع درجة الاستعداد على كافة محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها. بهدف تخفيف الزحام على وحدات المرور، أتاحت وزارة الداخلية عددا من الخدمات المرورية على بوابة مرور مصر. يمكن دخول البوابة عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت مع إتاحة سداد رسوم إلكترونيا مثل إصدار بدل فاقد أو تالف لرخص تسيير مركبة أو قيادة. تيسيرا على المواطنين ولتقليل التزاحم على وحدات المرور، فقد أتاحت وزارة الداخلية عددا من الخدمات المرورية إلكترونيا مع سداد المبالغ المستحقة إلكترونيا أيضا، وهي تجديد رخص تسيير المركبات الملاكي حتى 2030 سي سي، إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكي، إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة قيادة مركبة، خدمة الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التي يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة. تلك الخدمات تقدم من خلال بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية، والتي يمكن الدخول إليها من خلال رابط الموقع الإلكتروني للوزارة. ويتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة من البنوك المصرية على مدار اليوم مع الإعفاء من الرسوم الإضافية، وفي الحالات التي تستوجب التوجه إلى وحدة التراخيص كالفحص الفني فإن السداد الإلكتروني يساعد في اختصار زمن أداء الخدمة، فضلا عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فوري للسداد الإلكتروني. أقامت دار الأوبرا المصرية أمسية غنائية أحيتها الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حازم الأصبجي على مسرح النافورة وسط حضور جماهيري من عشاق الطرب والفن المصري الخالد، حيث عزفت الفرقة ألحانا للفنان كمال الطويل والموسيقار حلمي بكر، وقدمت أغنيات من ألحان الأخوين رحباني والموسيقار محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ومحمد الموكي. فور الدخول لدار الأوبرا المصرية تطالعك بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة، تطبيق كامل لإجراءات وقائية. فالموعد مع أمسية غنائية تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى التي جذبت رواد الأوبرا للاستمتاع بعبق التراث الغنائي العربي. بالنسبه للاجراءات الاحترازيه، الاجراءات جميله جدا، يعني احنا شايفين بدايه من التيكتنج، موضوع التذاكر سيملس من غير تيكتس، البوابه ان الدخول منظم، بوابه التعقيم الناس بتقيس درجه حراره، بياكدوا على الكمامات، فانا شايف الموضوع منظم جدا، حتى البرنامج بتاع الحفله موجود مطبوع عليه الاجراءات الاحترازيه، حتى لو حد نسي مثلا او حاجه يبقى هو عارف المفروض ايه اللي بيتبعه في خلال وجوده في الحفله. يعني انقطعنا في فتره ودلوقتي يعني راجعين بحماس تاني، فلا أكيد دايما حفلات الأوبرا كانت جميلة، المكان open air فده كمان مناسب أكتر للظروف، لا وإن شاء الله تبقى حفلة حلوة. أغنيات وألحان تركت بصمة في قلوب الملايين، أعمال عبد الوهاب والموجي وفريد الأطرش وكارم محمود، عمالقة الزمن الجميل تحييها كوكبة شابة من الفنانين المصريين. ب
بالصدفة كده من أسبوعين بفتح الابليكيشن لقيته شغال، مصدقتش نفسي فحجزت على طول حفلة بليغ. دار الأوبرا دي أي حفلاتها بتبقى ليها ملمس وطبع، والواحد بيبقى بينسى كل حاجة فيها، فبتبقى رائعة بصراحة يعني. لدار الأوبرا المصرية تحيي ليالي الصيف لفرقة تأسست عام 1989 وأصبح لها عشاق من مختلف الأجيال لإعادة إحياء زمن الفن الجميل. أمان عليك يا ليل طول ليست مجرد كلمات أغنية، لكنها أصبحت شعور كل من حضر هنا للاحتفال بفرقة الموسيقى العربية والتأكيد دوما على قيمة الفن المصري الخالد. من دار الأوبرا المصرية، حماد العرب، التلفزيون المصري. أخبار المال والأعمال لنشرة الثانية، مرحبا بحضراتكم. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية نجاح الحكومة في احتواء أزمة كورونا بفضل الإصلاحات التي ساعدت الاقتصاد المصري على التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية. وخلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بيرا سونغ باي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لفت معيط إلى استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي بما يسهم في تحقيق المستهدف الاقتصادي. كانت مؤسسة مودس قد توقعت مؤخرا إمكانية تحقيق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط نسبة نمو تصل إلى 5.5% نتيجة للمشروعات التنموية المهمة الجاري تنفيذها من أجل تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام. أطلق مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط حملته التوعوية ابدأ مستقبل الجامعات بجامعة مصر للتعلم الإلكتروني بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وعن طريق نوادي ريادة الأعمال بالجامعة. ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة ابدأ مستقبلك التي أطلقها المشروع بجامعات ومدارس عدد من المحافظات. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الحملة تهدف إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تسهم في تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق، مؤكدة سعي المشروع للتوسع في نشر فكر ريادة الأعمال والوصول إلى مركز متقدم في ثقافة العمل الحر. تراجعت الأسهم الأمريكية بعد استمرار موجة بيع لأسهم التكنولوجيا، في حين سجلت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة خسائر للأسبوع الثالث على التوالي. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.9% وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا بنحو 1.1%، كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع بنحو 1.1%. كما تراجعت البورصات الأوروبية لدى إغلاق تعاملاتها الأسبوعية، حيث قادت أسهم شركات السفر والبنوك الخسائر مع عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا للزيادة في أنحاء القارة. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.7%، وهبط المؤشر الإسباني 2.2%، وفقدت بورصتا فرنسا وإيطاليا أكثر من 1%، وهبط المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنحو 0.7%. وكان قطاع السفر والترفيه الأسوأ أداء إذ خسر 3.5%، وانخفض مؤشر البنوك 2.6% ليبلغ أدنى مستوياته منذ 26 مايو الماضي.
عدلت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لإسبانيا إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، قائلة إن استجابة البلاد على صعيد السياسة للتحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة عرضة للخطر بسبب انقسام سياسي وتراخي الإصلاحات. وأشارت الوكالة إلى احتمالية عدم إقرار موازنة العام الجديد من جانب إسبانيا مع إمكانية استمرار التراجع الاقتصادي بالبلاد في 2021-2022، لكنها أبقت على تصنيف إسبانيا عند AA1. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. خلال جولته بالعاصمة الإدارية، مدبولي يشدد على الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروعات والانتهاء من الطرق الرئيسية. الجيش اللبناني يعثر على أكثر من طن من المفرقعات في مرفأ بيروت. والمزيد دائما عبر موقعنا maspiro.ag. شكرا طيب المتابعة. إلى اللقاء.